وهذا سبب يمعتنا اليوم، وهم يمعنا عشان يقول لنا شيء. تفضل عمي. يبغى يتزوج على امي. ايش هالحكي هذا؟ صدق عبد الحميد؟ لا لا لا، الموضوع ما في زواج. هاي اللي بتطلق امي. انا كلمتكم من قبل عن الحلم اللي ابي احققه، وحاولت قد ما اقدر لكن ما صار. بس الحين حصلت الطريقة اللي ممكن أحقق فيها هالحلم. أنا قررت إني أشارك بالمسابقة. يبا من صدقك، أغنية مسجلة وقلنا يلا ما يخالف، هالدورة تشارك ببرنامج كل الديرة بتطالعة؟ وأنا إيش حق أغني؟ مو علشان الناس تسمعني؟ يبا البحر بينشف من الصدمة، إيش فيك؟ ها؟ ايش فيكم انتوا عاد تكسرون ميادي في الريال؟ خلوه يقول، سمعوه. عبد الحميد انا قلت لك معاك بكل اللي تبي، بس عاد مو كذي، انت بتفضحنا قدام الناس، بتغني علني قدام الناس كلها. ها انا مو شايف وين المشكله. يبا كل واحد شواربه بويها، شو نقول حق الناس؟ شوف اذا عندك حيث وسن اقولها، ما عندك اكرمنا بسكوتك. شنو يعني اساعدك على الغلط؟ لا طاعه للوالدين في معصيه. الله اكبر، لا طاعه للوالدين في معصيه. أنا ما أبي مساعدتك ولا وقفتك ولا حتى طاعتك. بعدين اسمعوني، أنا وياي أخذ رأيكم، أنا جاي بس أبلغكم. قوموا ولا أقوم أغرق نفسي. فضة، إيش فضته بعد؟ إيش تبي؟ إذا ما رضيتي أنا اللي ماني راد البيت. قوموا وانتوا من البيت، أنا رايح. يمان يلا بس واللي عافيك. لا غصب غصب هالمرة، عاد غصب أنا بصير ياهل. أنت ياهل دائما ياهل، حتى اليهال ما يسوون سواتك. وغصب وبسوي شيء اللي في راسي، اللي عاجبه أهلا وسهلا، واللي مو عاجبه يشرب البحر. ما عليه أم سمير، ما عليه، هدي ما عليه. مو شايفته ايش قاعد يسوي؟ امشي امشي امشي، أنا غلطانيت هني. امشي وانت بعد ايش فيك؟ خلصي بسرعة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أنا غلطانيت هني. ها في أحد ثاني بيزعل؟ الخال روح، أنا وياك روح، والقلب داعي لك. والله إنك كفو، أبرك من عيالي. لا تقعدين تهددين الريال. يبا أنت تشوف منو اللي قاعد يشجعك، وأنت راح تعرف إنك مسوي شيء غلط. أكثر اثنين ميانين بالعائلة عصام وعدنان. ها ودام إني مينون ليس رضيت تتزوجيني. يبا زين كذي كنا قاعدين مستانسين، ليش خربت وناستنا الحين؟ علشان أنا مستانس تقولين خربت وناستكم؟ لا يا الخال، سعاد خان هالتعبير، قصدها إنه مو وقت نزول بهالموضوع. لا ما خان التعبير، صدق خرب وناستنا. قلنا خان ايش تعبير عشان الله يعلم. يبا خرب وناستنا، ايش تبي تقول لي؟ خلاص عاد ايش فيكم؟ ريال هالكبر تغني، ما يصير. لا